السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية. معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن إنتاج الحمام الزاجل، لأن كتير أو ناس كتير أو بتقولك إنتاج الحمام اللحم الفرنسي، وهم معاهم حق. الحمام اللحم الفرنسي إنتاجه عالي، دي حقيقة، لكن هل هو فعلا اعلى من اي اعلى من انتاج اي حمام تاني، ولا الكلام ده مش صحيح؟ فانا النهارده حبيت اوريكم قص عندي حمام زاجل، ان هو انتاجه مش هقول احسن من الحمام اللاحم، لكن هقول زيه على الاقل. يعني زي ما انتم شايفين تحته زغلولين والريش الاصفر فيهم لسه، والنتايه ما شاء الله محصيه. طيب هل الكلام ده عام في كل الحمام الزاجل ولا مش عام في كل الحمام الزاجل؟ سبق وقلنا قبل كده الحمام خدمة، يعني انت لو بتخدم حمامك مية نظيفة باستمرار، خلي بالك من النقطة دي، لان النقطة دي مهمة جدا. يعني المية اكتر ناس بتنظف ما بتاخدش بالها ان المية ما بتبقاش نظيفة، لان انت بتسيب المية النهار كله تحت الحمام، طبعا زبل الحمام بيجي فيها، سواء ان الحمام اتبرز فيها او من رجليه، وبيرجع يشرب منها، ده طبعا بينقله الامراض. الامراض ديت مش شرط ان هو يبقى تعبان ويظهر عليه والكلام دوت، لا، ممكن يكون عنده ديدان مثلا وانت ما تشوفش الحكايه ديت وما تاخدش بالك وما تلاحظش الحكايه ديت، والديدان دي بتعمل ايه؟ بتاثر على الانتاج، تخلي الحمام انتاجه يقل، وانت مفكر ان الحمام كويس وما فيهوش حاجة. دي حاجة من حاجات، يعني في حاجات تاني كتير، لكن طبعا والكلفة نفس الكلام، لما بتسيب الكلفة تحت منه ويجي عليها زبل ويرجع بعد شوية جوع ويقوم واكلها تاني، نفس الكلام برضو. اي تلوث بيخش في معدة الحمام بتكون نتيجته قلة الايه؟ الحصى. معنى الكلام لو الحمام مخدوم كويس اكيد انتاجه هيكون عالي. طبعا في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا، عشان نكون متفقين. وبرضو جودة الحمامة ذات نفسها، يعني قبل خدمة الحمامة لازم تكون الحمامة ذات نفسها كويسة. طب بتبقى كويسة ازاي؟ انت بتبدأ معاه بالسيلينيوم، اللي هي السيلينيوم. السيلينيوم ده مهم جدا. طبعا كل شهر او كل دورة انتاج، مع ان كل عش مثلا بتديهم يوم، انا بديهم يوم واحد سيلينيوم، يعني في بيقول لازم تديهم 3 ايام، انا ما بحبش ازود منه بحيث ان هو يبقى جسمهم شغال برضو في الانتاج، يعني ما يبقاش ان انا بديهم الكمية اللي هم محتاجينها كلها من برة فالجسم يبطل انتاج المادة ديت، لا، انا بحفزها بس، يعني بديهم اضافة خارجية بسيطة، اللي هو يوم واحد زي سيلينيوم. طبعا ده بيطري. طبعا بتدي رفع مناعة نفس الكلام يوم واحد، بتدي املاح معدنية نفس الكلام يوم واحد، والتمليح باستمرار اللي هو التحديق، الخلطة التمليح اللي بنعملها، زائد ان الكلفة بميعاد زي ما احنا متفقين. الكلام ده كله في النهاية بيتفسر بان انت بتشوف انتاج كويس، طبعا لان انت كل واحد عايز يشوف انتاج. يعني اللي عنده حمام في السلاكه، حمام زي كده مثلا، انت ممكن تربيه ان انت تاكله، طبعا شيء جميل، احسن ما بتروح تجيب حمام مثلا من عند الفرارجي بتلاقي ان هو ما فيهوش لحم، بتلاقيه عظم جلد على عظم، او احسن ما تروح تجيب لك فرخه كلها هرمونات. لما تاكل حاجه طبيعيه زي كده في البيت ما شاء الله بتبقى جميله. ولو انت بتربيه كحمام غزار او زينة علشان مثلا تبيع زغلولين من تحته برضه نفس الكلام، انت لما يطلع عندك انتاج هتعرف تبيعه، يطلع زغلولين كويسين هتعرف تبيعه، هيبقى في انتاج مستمر هتعرف تبيع. لكن انت يطلع لك زغلول كل 3 4 شهور، طب انت كسبت ايه؟ ما انت عمال تأكل في كلفة تأكل في كلفة، والكلفة بفلوس والحاجة بتغلى. يبقى زي ما اتفقنا لازم ان انت بتراعي الحمام، ربنا بيراضيك فيه، يعني لازم، ده مفيش واحد بيتعب وما بياخدش نتيجة تعبه.
فخليك فاكر ان هي اول حاجة دايما انا بركز عليها حكاية مية الشرب بتاعة الحمام، يعني دي النقطة الجوهرية في حياة الحمامة كلها، ان المية بتقعد النهار كله تبقى مليانة زبل ويشرب منها الحمام، كده ما تدورش على انتاج، ما تقولش الحمام مش بينتج، الحمام لو خد الرعاية الكويسة هينتج لازم، مفيش كلام. طبعا احنا زي ما قلنا السيلينيوم ده محفز قوي، يعني هو بيظبط الهرمونات وبيخلي يزود الانتاج، لكن طبعا مش هتديهوله عمال على بطال، لكن هو بنظام زي ما قلت كل عش بتديهوله يوم بحيث الايه الجزء يبقى متظبط، ومش شرط كل عش، يعني ممكن تفلت عش كده طالما تشوف انت الاول هتدي مثلا اول عش وتاني عش مثلا وتالت عش، تسيب عش كده تشوف ان هو اشتغل كويس الحمام يبقى كده زي الفل، خلاص سيبه طالما ان هو ما شاء الله جسمه اتظبط وان هو شغال مع نفسه اديله فرصة. تمام، لقيته هيبدأ يأخر ارجع تاني اديله يوم كل عش برضه مفيش مشكلة، يبقى يوم أملاح معدنية ويوم اله سيلينيوم ويوم رفع مناعة 3 أيام في كل شهر، زائد ممكن تيجي من يعني مرة في الشهر برضه تحط شوية ثوم وبصل وليمون تغليهم كده وتسيبهم يبردوا وتحط لهم يشربوهم، ده مطهر معوي كويس برضه. لان كلنا كل الناس اللي بتربي حمام محتاجة تشوف انتاج طبعا، والا ملهوش لازمة تربية الحمام، لو مفيش انتاج هتبقى انت بتضيع وقت ومجهود وفلوس على الفاضي، فطبعا ربنا يرزق الجميع. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول ننقل تجربة ان الناس كلها تبقى عندها انتاج، يعني عايزين الناس كلها تنتج وتبقى مبسوطة، وكل واحد وغرضه في الانتاج، اللي عايز يفرخ عشان ياكل، اللي عايز يفرخ عشان يبيع، اللي عايز يفرخ عشان ينش براحته، كل واحد وراحته، المهم في النهاية يكون في انتاج. يبقى احنا كده شفنا ان الحمام الزاجل ممكن انتاجه يعادل انتاج الحمام اللاحم الفرنسي، وطبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين الحجم الحمامة حجمها كويس، يعني انت برضو هتاكل زغلولين ما شاء الله كويسين. وده بيميز الحمام الزاجل عن اي نوع تاني. طيب انا بقى هنا في النقطة ديت ليا سؤال عندكم بستنى اجابته ان شاء الله في التعليقات، الحمام الاسترالي هل ممكن يكون انتاجه عالي زي الحمام الزاجل كده ولا بيكون اقل؟ استنى اجابتكم ان شاء الله في التعليقات، يعني بحيث تقولولي ان الحمام الاسترالي ممكن زي كده يحصي ويكون تحته زغليل ولا لازم ان هو بيأخر مثلا زي اي نوع حمام تاني. طبعا زي ما انتوا شفتوا الزغليل كلت لوحديها زي الفل ما شاء الله ومش هتسكت، يعني ليه غير لما برضو تخلي الذكر يأكلهم، وده ما شاء الله بيدي صحة برضو للحمام ان هو بيبقى كل لوحده، اشرحها للزغليل يعني ان هو كل لوحده وان هو برضو الاهالي بتأكله لحد دلوقتي. طبعا ما بتستعجلش في الفطام لان هم مش مقصرين معاك في حاجة، يعني الذكر بيشتغل عادي وهو والنتاية وهم موجودين في العين مفيش مشكلة لحد ما تتأكد تمام ان هم خلاص استكفوا، زي ما انتوا شايفين الذكر بيأكلهم علشان لو قطفتهم بدري المناعة بتبقى ضعيفة ممكن ما ياكلوش، يعني يكونوا بياكلوا في العين مع الأهالي لوحدهم ويطلعوا بره ما ياكلوش، فأنت لازم تصبر عليهم لما تتأكد تماما إن هم بياكلوا وإن صحتهم كويسة، لأن الاستعجال في أي حاجة مش كويس. يعني شايفين الزغلول ما شاء الله عليه بيبقى صحته كويسة. طبعا دي كانت اول حصوايا
والحمد لله بفضل الله يعني بعدها بيوم الحصوية التانية طبعا ايه وصلت اهي. كده ما شاء الله والحمد لله ان احنا ايه اطمننا ان فيه الحصويتين ان شاء الله يطلعوا كويسين باذن الله. لما بيكون عندك الانتاج كده طبعا انت اكيد بتبقى مبسوط ومرتاح ومطمن وزي الفل يعني. وربنا يكرم الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.